لا تفوت ميرا المحقق الملكية على ديزني جونيور، لكن الآن فلنشاهد لحظة سحرية أخرى. توجد مسابقة رقص اليوم، وميرا وقريبتها تمرنتا بشدة لمحاولة نيل الجائزة، لكن أثناء العرض بدأ أحد في تخريب الرقصات. هل ستحل ميرا هذا اللغز؟ انظري، ترتر. ما علاقة الترتر بإدارة الموسيقى بسرعة؟ العثور على الترتر ليس غريباً، لكن الغريب أنها كانت إلى جوار الفونوغراف. سأضعها في كيس الأدلة. سيداتي وسادتي، تالياً ميرا وبريا. دورنا. يجب أن تؤجل القضية، لأن عليك الرقص. حسناً، ضبطت الفونوغراف على سرعة عادية، يمكننا البدء. لكن هناك مشكلة، إن موسيقانا مفقودة. ماذا؟ كيف فقدت؟ لقد تركتها مع باقي الموسيقى والآن اختفت. غير معقول. لا يمكن. دارت موسيقى مانجيت ورانجيت بسرعة ثم اختفت موسيقانا. أتساءل إن كان هناك من يفعل هذا عمداً. هذا دوركما، هيا بنا. في الواقع يا سيد جوشي، لدينا مشكلة صغيرة، بل إنها كبيرة. موسيقانا مفقودة. آسف جداً، تحتاجاني إلى موسيقى للرقص. لكنه ليس خطأنا. لا تقلقي، الموسيقى لا تأتي من الفونوغراف. هل تفكر؟ فيما أفكر؟ سنكون موسيقاكما. أجل. هذا ما كنت أفكر فيه. هيا اصنع الموسيقى. حسناً. أجل. حسناً، هذه كانت خاتمة غريبة من ميرا وبريا. صفقوا لهما بحرارة. بعد التعثر والسقوط هكذا يستحيل أن نفوز. لكننا لا نعرف هذا بعد. أثق بأننا نعرفه. لا أفهم، كل شيء كان يسير جيداً حتى بدأنا نتعثر. هناك خرز أزرق على خشبة المسرح، هذا ما تعثرنا عليه. خرز؟ ماذا يفعل الخرز على مسرحي؟ ليس جيداً، ليس جيداً. هناك شيء مريب بالتأكيد. انظري، زي مينا به الترتر والخرز اللذان وجدناهما. علي أن أطرح بعض الأسئلة عليها. أود أيضاً شكر نبرة صوتي وشعري الرائع. معذرة جميعاً، آسفة للمقاطعة، لكن علي التحدث لمينا. الآن؟ أجل يا مينا، أجل الآن. ما الأمر يا ميرا؟ حدثت أشياء غريبة اليوم، لنفكر بهدوء معا. أولا، موسيقى مانجيت ورانجيت دارت بأقصى سرعة، وهذا صعب عليهما الرقص. وجدنا ترترا براقا قرب الفونوغراف، ثم اختفت موسيقانا. رقصنا على أي حال، والخرز جعلنا نتعثر. ثوبك به ترتر وخرز مثل هذه بالضبط. هل تعرفين شيئا عما حدث؟ كنت أحاول الرقص والفوز. ما خطب الفوز؟ مينا، هذه موسيقانا المفقودة. حسناً، لقد أخذتها متعمدة. ما كل شيء. أوبس، لم أقصد قول ذلك بصوت عال. أخبركم بأنني من تسبب في فشل الفريقين الآخرين. كيف فعلت ذلك؟ هل غششنا؟ لماذا؟ لماذا؟ رقص الفريقان جيداً، أردت أن يفشل الآخرون لأتمكن من الفوز. آسفة يا بينكي، أنا لم أنصفك، كان علينا التدرب. آسفة للجميع، ما فعلته خطأ، لا نستحق الجائزة. قضية كارثة تحدي الرقص قد أغلقت. وهكذا، بعد الاعتراف بما فعلته، عرفت قريبة ميرا أن الغش خطأ، وأن اللعب مسل أكثر عندما نحترم الآخرين. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.